D1FM 91.2. والله هي زيارة ميدانية متنوعة اليوم، على خاطر أول حاجة فما هذه اللقاء مهم أنه يربط بين التعليم العالي وإشكالية التشغيل. تعرفوا اللي هي من أكبر معضلات بالنسبة لتونس حكاية التشغيل. توا موجود في ندوة علمية تنظمها جامعة صفاقس لأنه تحتفل بعشر سنين ربط مع الجامعات الفرنسية. اليوم احنا وقت اللي نلقاو اللي فما علاقات فاعلة بالحق وفيهم معناها أطروحات مع بعضهم، فيهم إنجاز علمي بالحق، هذا نثمنوه وندافعوا عليه، هذا التعاون اللي نحبوا عليه. وقت اللي نعملوا زيارة ميدانية فما الأمور الحاقة، فما الأمور المستعجلة اللي اليوم يلزمنا ننظروا فيهم. فعندي لقاء مع طلبة الدكتوراه الباحثين على العمل، وعندي لقاء أيضا مع طلبة الحقوق. مشكلة هيكلية كما هكاية يلزمها حلول متنوعة، ما فماش حل واحد. احنا الإشكال فين هو؟ الإشكال أنه الجامعة التونسية قيدت عدد كبير من الدكاترة في فترة اللي كنا عنا عدد من الطلبة كبير برشا وكنا عنا حاجات كبار. كنا في حالة أنه اللي يعمل الدكتوراه متاعه كان متأكد 90% 100% في بعض الأحيان أنه باش يدخل يقضي في الجامعة التونسية العمومية. هذا اليوم ما عادش ممكن، الوضع تبدل خاطر عدد الطلبة قاعد ينقص بصفة كبيرة، الانتدابات نقصت بصفة كبيرة، ولهذا ولكن احنا اللي شنو اللي ما عملناش؟ ما حذرناش بسيكولوجيكيا وايضا بيداغوجيا الطالب الباحث انه حذر روحه انه مش يشتغل في العالم الاقتصادي. اليوم دورت لهم صعيبة، توا عملنا برنامج كامل للتأهيل، سي اون فورماسيون كومبليمونتير، معناها تدريب تكميلي لهم في الامور اللي هو ما تعلموهاش. هذو ما نتاع مبادرة الخاصة بيان سور على حساب الدولة، هذايا واحنا من بينهم اللي باش يعملوا هذوما الفورماسيون الكل. اللي يحب بالطبيعة اللي عنده مشروع الدولة باش تمول المشروع هذا، وهذا حاجة جديدة برشا، باش نعملوا تمويل خاص من الدولة. احنا توا قاعدين نناقشوا في اخر التفاصيل وان شاء الله نعلنوا على معناها القيمة قداش في الايامات القادمة مع وزارة التشغيل. فما حكاية التشغيل ايضا في الجامعات الخاصة، الجامعات الخاصة اليوم عندها نسبة تأثير اقل. احنا زادة توا في حوار مع اليوتيكا، فسرنا لهم اللي عدد كبير منهم وفاهم الواقع وبالعكس يجم يعطي اضافة كبيرة للمؤسسة الاقتصادية. اليوم قاعدين احنا في نقاش معهم باش نعطيهم اليات نسهلوا له والدولة تخلص من الشهرية وهما باش ينتدبوا عدد من الدكاترة هذوما. فما زاد حل آخر هو حل دكتور الدولي، كي يمشي الدكتور هو معناها شاب مازال كيتخرج مازال عنده برشا كفاءات ولكن مازال ما خدمش، يمشي يعمل عامين ثلاثة خبرة في بلاد أجنبية، يعبي السي في نتاعو اللي شوية فلوس وياخو خبرة ومن بعد يرجع لتونس، يكون عنده أكثر حظوظ باش يلقى خدمة وخلق خدمة لاقة له. أكثر من هذا احنا عملنا لجنة وطنية بين وزارة التعليم العالي ووزارة العدل وموجودين فيها هما ممثلين. معنى هذا الكل والتشنج هذا احنا بهتين، علاش ياخذوا في الريسك باش يضيعوا عام؟ هذا مهم برشا ليهم هما ولمستقبلهم. يجيوا للحوار، هاو عندكم آلة للحوار، عندكم لجنة وطنية مهمة من الانتراز رفيع للحوار باش نتحاوروا عليه، خاطر كل شيء ماهوش واقف. وفي نفس الوقت يرجعوا يعديوا امتحاناتهم، يمنعوا عامهم، ينجحوا ومن بعد الحوار متواصل.